لزقتها بي لزقت بي. وقع واحد وقع واحد. شنو واحد ورانا؟ شوف اليوم راح احكي لكم عن اثنين شغلات مختلفات ومهمات بنفس الوقت، وما ادري اذا الناس يعرفوها او لا، بس راح احكي للناس اللي يريدون يستفادون وما يعرفون هذين المواضيع. فبالملخص المفيد، السالفه الاولى مع الساعات، اكو هذه الساعه الخضراء اللي تشوفوها قدامكم. مشكله هذه الساعه انه اذا تلبسها راح تبين من ورا الحيطان كلها، الضوء الموجود على الساعه هذه راح يبين من ورا الحيطان كلها، يعني ايش قد ما اكو حيطان اذا واحد يركز فراح يقدر يشوف الضوء مالتك، راح يبين على بالك هو والله يعني. واعتقد هذه السالفه موجوده على الملتي بلاير هم مو بس بالوارزون، فلا تلبسون هذين الساعات لانه راح يسبب رجوعكم لللوبي باقرب وقت ممكن. منتظر بلكي ينزلون في التحديث على مود يوخرون هاي السالفه العاويه وتلبسون براحتكم. الشغله الثانيه انه ليش لازم تستخدم سلاح واحد بس؟ هي السالفه انه مو لازم تستخدم سلاح واحد بس، انما الكلاس كله واللود اوت مالتك كله لازم تخليه بطريقه وتستخدمه نفسه لمده طويله كلش. فمثلا انت تستخدم سنايبر، قمت تستخدم سنايبر مده طويله كلش، هذا السنايبر بالتحديد، فراح تشوف روحك كلش قوي بهذا السنايبر، شوي شوي تصير قمت تسوي لقطات بيه كلش هواي، لانه عقلك راح يتعود عليه بشكل مو طبيعي، راح يتعود على هذا السلاح، راح يتعود على موفمنت مالتك، وراح تبدي تسيطر على السلاح وتجيب لقطات خرافيه انت ما كنت تتخيله ابدا. فنصيحه من عندي خاصه للناس المبتدئين، استخدموا سلاح واحد بس، وليتكم انتم تختارون فد سلاح، لا هو راح يجي تحديث انه ضعفوه كلش ولا يقوى كلش، مثل الكيلو او الام 4 او الام بي 5 بقت محافظات، ايش قد ما صعد او نزل السلاح يبقى سلاح محافظ على روحه. كذلك السنايبر نفس الشيء، يعني السنايبر مو كلش لا ضعفه ولا قللوها، مجرد تحديثات بسيطه تقوي او تضعفه بشكل بسيط كلش. والشغله الحلوه بهاي السالفه انه انت اذا استمريت المدة طويله تستخدم هذا اللودات المعين، اذا استخدمت اي سلاح غيره وراها رجعت للسلاح مالتك الاصلي او اللودات مالتك الاصلي، راح تلاحظ روحك انه ورا جيم واحد او جيم او فتره كلش قصيره انه انت رجعت كل شيء وقمت تجيب لقطات وسوالف كلش حلوه بهذا السلاح وبعدك عندك هاي السيطره المو طبيعيه. وانت اكيد شفت هواي ناس مشهورين ومعروفين يستخدمون سلاح واحد بس، تشوفون يجيبون لقطات مو طبيعيه بهذا السلاح، لانه هو يعني عقله بعد تبرمج على هذا السلاح وعلى هذا الموفمنت وعلى هاي الحركه، فهمتني؟ فهسه خليكم ويا جيم كامل كنت استخدم كل انواع الاسلحه كالعاده، ورجعت للكلاس الاول اللي بديت بيه من بدايه هذا الموسم لحد هسه استخدم هذا الكلاس بشكل رئيسي بكل الالعاب، وراح تشوفون لقطات يعني انت تريدون تحكمون عليه وتكتبوا لي بالكومنت. واللي ما يعرفني انا عليك سوان 9 محتاج شويه دعمكم على بد نوصل ل 30,000 مشترك قبل نهايه هاي السنه، ادري هو شيء شويه صعب بس بحيل الله وبفضلكم احنا راح نقدر نسوي هذا الشيء، واذا تريد زايد فضل فتقدر تخلي لنا لايك، عندنا الريكورد مالتنا وصل ل 2500 لايك خلال يوم واحد، واريد انا هذه المره انه اشوف اذا تقدرون تكسرون هذا الريكورد او لا. انا ما متوقع ابدا انه راح نقدر نكسر هذا الريكورد، بس خلي اشوف ما خسران شيء. هذا كل كلامي، استمتعوا بهذا الفيديو ومع السلامه. عايش 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 صاحبي عايش صاحبي، ترى دير بالك ساعدت لك مخبى العاقل. يلا عاد بوي والله سويتها. هذا 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 البونت بعده يصعدون فوق. اوه اوه لو لا بعد هذا غير واحد، هذا مو هو، بعد اثنين بعد وقع بعد واحد يمكن يا 14 متر يمك فوق. طلع طلع على فشي ذهبي. زرفونا مو ضربونا. ايش روحه؟ شكرا. هاي شنو هاي كله مو لي؟ من عندي لكم من مقدم قناة العلاقة الشرقية. اشتري اي في انا؟ لا شغل واحد. شو شغلنا اثنين اي فيات مو؟ هاي باقي الفلوس 1400 ذبيت. فين فين السالفة؟ صدق تحكي انا؟
تقدر تحكي اخذت الكلاس مالتي نفسه بالضبط مره له ها هذا قريب او شيت زرفتهم هذا يمي يمي واحد يمي واحد يمي واحد يمي حلو 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 بس ابقى ها شنو 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 الدمج شنو الدمج ماكوش دمج والله يم يم واخر اشاره واخر اشاره ما احتاج ترى اشارات ابدا ابدا هذا جاي اطلع هذا راح تلقاه بلحظه تلقيت بعد واحد الاوي فوق طاقتهم اذي حيل ها شنو هاي اكو واحد ضربته بسكينه واحد ضربني واحد ضربني تعال هذا عنده درع ها لا ترى بني يا بس صار بي ترى تقتل ذولا على اليسرى اوكي يلا على اليسرى على اليسرى ها قدام 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 بعد وقع او ما عندي اي كفر شيت او شيت مان اطفر اطفر ماك ماك ما كفر ما كفر اطفر 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 ما كفر يا رب ما تخرب جوانا ثواني هذا بشو يقول بشو يقول بشو هذا العرب قاعد تطلقه؟ اوه ما يضرب عليه يضرب عليه تعال خلينا نجيب الشاحنة بسرعة خلينا نجيب لا لا تفجرها يا معود نريدها هاي شنو هاي؟ لقيت شو هذا؟ هذول عرب هذول هذا حمزة اسمه لا اركب 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 الالاوات اركب الالاوات سريعا يا يابي شنو؟ شنو من جيم هذا؟ ماكو اي نفس بي معاناة والله هذا مطلوب هذول 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 قدام قدام هذا فلش درعه طب جوا بالبيت واحد بيهم طلع برا سوي الالاوات اكو ما اكو هاي ترى ما ثلاثه كانوا سوي ها ها ورا ورا اي هذا هذا ساعده دعم اللوجستي مال اهله وقعته نايس صرت من الالاوات لازم نسوي كلان نسمي الالاوات ها ها نقول هاي مالتك بعد الالاوات شكو انا شكو شغله خايسه اسمها هذا احفظها تعلمها بسرعه تقول زعطوط علمنا راح طلعنا 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 This man is never die. هاي يابي هالسارع يريد نجخه خلينا نجيب خلينا نجيب باونتي نشوفه طلقه واحده بعد له هذا هذا اي شيلد عنده عندهم شلدات الكعبه لك هذا رقعه هذا رقعه بستيكي بوم قبل يموت لزقتها بي لزقت بي وقع واحد وقع واحد وقع نايس ثاني شلون ما وقع شنو واحد ورانا اوه جبت فليك اوه ماي جاد بقى واحد بس اشغل يو اف بي
هذا هذا تيم. اوه اقصف 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 واخره هيك. ده يلعب ويا حليه. اوه شلتهم كلهم. لا شلتهم اني مو بالقصف. اوه ماي جاد. لا يا الله. اويلي اويلي ذس الاوات از نيفر داي. بس رجعت المالتي الكلاس جيم واحد بس ان شاء الله اكيد. جيجي شباب جيجي حبيبي الغالي جيجي جيجي جايز علي اكس. هلا 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 بيك. هلا يعرفوني يعرفون جماعه ترى في دائما بالصداره لا لكم لا لي عمي لا شو تسوي والله هلا طلعوا عراقيين تالي.